Herzlichen Dank, lieber Kollege, lieber Samir, عزيزي سامح. شكرا جزيلا على حسن الضيافة وأيضا على كرم الاستقبال اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، لأن هذه هي الزيارة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يسعدني لأنها مناسبة خاصة جدا لزيارتي اليوم. هذا يسعدني جدا وجودي هنا في هذا الطقس الرائع، وأيضا لإجراء أول مؤتمر صحفي هنا. لقد تحدثنا حول عدة مواضيع بالطبع عن الوضع الشائك في الشرق الأوسط، وإن مصر نفسها هي تعرضت لاستهدافات إرهابية عديدة وتعرف جيدا معنى مكافحة الإرهاب. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع. لا نريد أن يحدث ذلك، وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية. العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وأيضا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زال موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس، وهذا أمر لا يمكن قبله على الإطلاق. وهنا تقوم مصر بالتحديد بدور جيد جدا وبمساعي حميدة، وهذا الدور هو دور محوري. وفي هذا السياق أود أن أعرب لكم عن شكري الجزيل على هذا الدور المحوري. أنا أعرف أيضا أن في بلدكم هناك العديد من الناس لا يتفهمون التضامن الراسخ والثابت للألماني لإسرائيل، ولكن بالنسبة لألمانيا الأمر واضح جدا. فإن إسرائيل تعرضت لهجوم إرهابي من قبل حماس، وهذا بتاريخ 7 أكتوبر، هناك العديد من المواطنين الإسرائيليين تم الاعتداء عليهم، تم إطلاق عليهم النار، وتم اغتصاب النساء، وتم اختطاف الأطفال والنساء والأطفال الصغار جدا. فيجب على إسرائيل أن تدافع على نفسها، ولكن في سياق القانون الدولي وأيضا في المعايير الإنسانية المناسبة. فكل دولة سوف تقوم بنفس الشيء مثل إسرائيل إذا تعرضت لمثل هذا الهجوم. بالطبع يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد هذه المنظمة الإرهابية، وهذا ما تؤكد عليه ألمانيا، تؤكد على دعمها إلى جانب إسرائيل. سوف تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل بشكل لا يمكن زعزعته، لأنها تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية تريد محوها من على الخريطة. ولكن أنا تحدثت بالأمس في إسرائيل مع بعض الأسرى الذي تم تحريرهم، أنهم تعرضوا إلى أمور صعبة جدا في قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل أبدا أن يتم تعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر. من المهم بالنسبة لي جدا، أريد أن أؤكد على ذلك مرارا وتكرارا، وهنا واليوم، وهذا ما تأكدت عليه أيضا خلال زيارتي في إسرائيل. يجب على إسرائيل أن تقوم بالمزيد للدفاع عن المدنيين ولحماية المدنيين في قطاع غزة. هذه هي المسؤولية الإسرائيلية، من مسؤوليات إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد حماس، ولكن في نفس الوقت من واجبها الدفاع أيضا عن المدنيين وحماية المدنيين بشكل أكبر. لا يمكن قبول معاناة الفلسطينيين، لا يمكن قبولها بكل حال من الأحوال. يجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة، وأن تكون مستهدفة للإرهاب بشكل أكبر، وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر بكثير. تحدثنا حول هذا الأمر تحديدا، كيف يمكن أن نتوصل إلى هذه
هذه الهدن الإنسانية، الفترات من الهدنة الإنسانية لكي نصل على المدى الطويل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وهذا بهدف السلام للجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بأن واحد. فهناك بعض الأمور التي يتم وضعها في عين الاعتبار لكي ندعم المدنيين في غزة. فإن ألمانيا قامت برفع مساعداتها الإنسانية منذ بداية الحرب وضعفتها بشأن 3 أضعاف ووصلت إلى حوالي 211 مليون، ولكن مصر تلعب دورا محوريا في مسألة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الناس في غزة، وفي نفس الوقت هي أيضا تلعب دورا محوريا في معالجة المصابين من غزة. Wir müssen die Unterstützung aber gerade nicht nur finanziell ausweiten, was mein Land, was die Europäische Union intensiv getan hat, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Hilfe dann auch wirklich bei den Menschen in Gaza ankommt. Auch da arbeiten Deutschland und Ägypten schon eng zusammen, und zwar ganz konkret an ganz konkreten Beispielen. Ich möchte eins hier stellvertretend nennen, so haben wir geputzt in Blutkästen über die Kultur geliefert. قمنا بإمداد مصر بحاضنات للأطفال الرضع للعناية بالأطفال الرضع وغيرها من الأمور والمساعدات الطبية. فكل هذه المساعدات هي تعطينا بصيصا من الأمل حتى في ظل هذا الوقت الذي يصعب فيه التمسك بالأمل. لقد تحدثنا أيضا أن هذه المساعدات التي تصل هي ليست كافية لإثنين مليون شرد في قطاع غزة، وليست كافية أيضا لكي نتحدث عن حياة كريمة. لا يمكن أن يستمر الوضع، ولكن يمكن أن نعمل سويا لكي تصل هذه المساعدات ولا تتعثر لأسباب بيروقراطية. سوف أسافر اليوم إلى العريش ورفح لكي أكون صورة بنفسي عن هذه المساعي التي تقوم بها الجهات المصرية بالتعاون مع المنظمات الإغاثة الإنسانية Deutschland seine Gelder für zur Verfügung stellt. تقوم ألمانيا بضخ الأموال لتوصيل هذه المساعدات إلى من يحتاج إليها. كما قلت سوف أسافر اليوم بعد الظهر إلى العريش ورفح وأكون صورة بنفسي عن التعاون بين السلطات المصرية و Wir sehen aber auch, dass dafür Waffen nötig sind. Es braucht weitere Zugänge nach Gaza rein, gerade auch in den Norden, wenn die Hilfe auch im Norden ankommen soll. Das muss aller schnellsten sein. Da brauchen wir dafür weitere Grenzöffnungen. Kerem Shalom war ein wichtiger Schritt, auch das haben wir gemeinsam erreicht durch intensive المعابر الإسرائيلية. لقد تحدثنا حول هذا الأمر أيضا لكي تصل المساعدات الإنسانية بشكل كافي إلى غزة. إن ألمانيا تقوم كل ما في وسعها لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات، ولكن نحتاج إلى إمكانية الوصول هذه المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج إليها الناس وفي نفس الوقت تحدثنا عن إمكانية إطلاق سراح الرهائن، ويجب علينا أن نفكر في الغد في سلام. حتى وإن كان هذا الأمر صعب، إن ألمانيا ومصر متوافقين على أن لا يمكن التوصل إلى السلام إلا من خلال حل دولتين، حتى وإن كان هذا الهدف صعب المنال، ولكن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. لقد كنت بالأمس في الضفة الغربية وزرت قرية فلسطينية
حيث يعيش في هذه القرية الفلسطينية منذ أجيال طويلة، ولكنهم يتعرضون إلى الطرد وإلى التهجير من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، لأن هذا يحيي ذكرى مؤلمة في أذهان الفلسطينيين، ذكرى التهجير. ولذلك يجب أن نتفهم أن التصريحات التي تأتي من الجهات الإسرائيلية أو من المستوطنين أو المتطرفين الإسرائيليين كيف تؤثر على الفلسطينيين. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. هذا هو مسؤولية، هذه هي مسؤولية مشتركة نتحملها. شكرا جزيلا.